بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير مشاهدينا في كل مكان. حلقة النهاردة بالذات أقدر أبدأها وحي حضراتكم بكل لهجات العرب. أهلا بكم في حلقة جديدة من طريقي. كالعادة هنقدم رحلة كفاح ورحلة نجاح ضيفي، لكن بجانب ده هنقدم النهاردة حدوتة وقصة مختلفة تماما، وده التميز في حلقة النهاردة. هنقدم في حكاية مبنى، في مبنى موجود في ميدان التحرير قريب من المتحف المصري، حواليه اعلام، مبنى شكله شيك وجميل جدا. احنا شغلنا في الصحافه والميديا والاعلام دخلنا المبنى ده كتير. للامانه هقول حدوت المبنى ده سريعا، لما بتدخل المبنى ده بيجي لك احساس صعب جدا توصفه. مبنى ليه وقار، ليه هيبه، وبجد لما بتسمع الناس وتشوف وشوشها ولهجاتها وهي بتتكلم بتحس انك انت زرت 22 دوله وانت لسه في مصر. بنتكلم النهاردة عن بيت العرب أو جامعة الدول العربية. عندنا حدث مهم جدا هيكون إن شاء الله تعالى آخر الشهر ده، من يوم 23 ليوم 29، اجتماع الدورة العادية رقم 28 في الأردن، اجتماع الدول العربية إن شاء الله تعالى لجامعة الدول العربية، وهيكون على أجندة العمل حدث هام جدا بيتطرق ليه كل الدول العربية، وهو هنتكلم فيها هيتكلموا أكيد عن الإرهاب. النهاردة معنا واحد من كوادر جامعة الدول العربية بيشغل منصب مهم وحساس، ومنصب مش أي حد بيوصل له، ده وصل له بكفاءاته وقناعاته الشخصية أنه هو يقدم حاجة لبلده. معانا النهاردة بلغة العسكرية المصرية جنرال من الوزن الثقيل أو جنرال فوق العادة، تولى قيادة الجيش الثاني الميداني والثالث الميداني، وطبعا دول مش اي قائد بيوصل لهم، ده رحله كفاح ونجاح وهنتكلم عنها. تولى مدير كليه القاده والاركان، ودي احدى قلاع وصروح الكليات التعليم التربيه العسكريه. الدارسين فيها مش مدرسين عاديين، دول ساده ضباط بيكملوا في عرفنا احنا المدني اركان حرب، يعني تعادل دكتوراه، يعني الناس دي بتتعب. انا كنت محظوظ، واحد من الناس محظوظ ان شفت الكلية دي وشفت كواليسها، دخلتها لان خدت دورة المحررين والاعلاميين العسكريين في كلية الدفاع الوطني في اكاديمية ناصر العسكرية اللي هي في الدقي. الناس دي لها كل التحية ولها كل التقدير والاحترام. ضفنا النهاردة ان شاء الله تعالى شرف واضافة لينا وجوده معانا في طريقي، هو اللواء اركان حرب محمود خليفة، مستشار الامين العام لجامعة الدول العربية للشؤون العسكرية. مشرفنا في طريقي، شرفتنا سيادة اللواء، وكل التحية والتقدير، واسمح لي أعمل حاجة من قلبي كده، تحياتي يا جنرال. أهلا بحضرتك، وأنا سعيد جدا أن أنا أكون متواجد مع حضرتك في القناة الزراعية، وحضرتك أصدها طبعا، وكل الكوادر الإعلامية من أكبر واحد لأصغر واحد في هذه القناة. الناس تضيفني في شيء مهم جدا جدا، يعني عايز اقول ايه، هو خلاصة عمر الانسان هو طريقي طبعًا. هو طريق وهو مشواره طبعا، العمر الله الاعلم به، ولكن احنا بنقول يقاس العمر دائما في طريق الحياة بالاداء وماذا فعل، ليس بالسن فقط، ولكن انا سعيد ان انا اتكلم عن مشوار يا فندم. ده شرف واضافة لنا وجودك معانا، ودي عن قناعتنا الشخصية، ولك كل التحية من فريق العمل. عايز ابدا باول طريق في حياه حضرتك، نرجع شويه للشرقيه. نعم. نرجع للحاله الحلوه بتاعه الفلاحين والاصاله والجو الحلو اللي طلع لنا جنرال عسكري، وكتير على فكره الشرقيه بالامانه محافظه زاخره صحيح بالكوادر المحترمه جدا. صحيح. احنا لو قعدنا نعد يعني معانا عاوزين حلقه وحلقه. صحيح. يعني صحيح. والشاهد اهو حاله. صحيح. موجوده معانا في الاستوديو. يعني اشكرك. تكلمنا عن النشأة والبدايات. الحقيقه طبعا انا من حسن حظي طبعا، واشرف وافتخر ان انا ابن لقرية بحتيط في مركز او حمات شرقية. ويعني هذه القرية هي تمثل لي اول انتماء، الذي لا ينتمي الى قريته لا ينتمي الى مدينته، لا ينتمي الى محافظاته، لا ينتمي الى دولته. فالاساس هو طبعا انتماء ولاء وحب لهذه القرية الحبيبة التي انجبت كبار مواطنين على الاقل، مش هقول وعشان المناصب، لا، انجبت وما زالت تنجب مواطنين شرفاء. فانا ابن القريه المصريه، ابن اسره مصريه بسيطه جدا زي اي اسره. الجد والوالد امتهنوا مهنه الزراعه
عندنا أرض وفلاحين وأنا أشرف هذا الموضوع. وما زال ليا بيت هناك، اللي ملوش بيت في قريته بيقطع عنها، لكن أنا بيتي ما زال موجود هناك. الحقيقة يعني النقطة اللي أنا عايز أكد عليها، ليه بتكلم على موضوع القرية والكلام ده كله؟ حضرتك اتكلمت عليا كجنرال وكلواء وضابط قوات مسلحة. أنا كنت موجود من حوالي يمكن أسبوع في ندوة في جامعة عين شمس كلية البنات، وأنا مقتنع أن الثقافة بلا حدود هي أحد الإجراءات التنمية الرئيسية أن نهتم بالناحية الثقافية طبعا. لأن من لديه ثقافة يفهم دينه ويمارسه صح. ومن لديه ثقافة يؤدي عمله صح. ومن لديه ثقافة يأخذ بأسباب العلم صح. ومن لديه ثقافة يحترم الآخر دينا وعقيدة ولغة ولون وجنس صح. يبقى في رقي في الفكر. ورقي ويتعامل مع الناس المعاملة الحسنة صح. الثقافة هذا الموضوع. عشان كده أنا بحضر مدرسة ثقافية بالليل طبعا عشان شغل بالنهار كتير جدا. فكنت أنا في كلية البنات. فراح أحد بناتي، واحدة في سن بنتي، بعد لما سمعت كلامنا وكده وطنية زي كتير جدا، قال تفنم أنا نفسي أدخل الأكاديمية العسكرية ولكن الواسطة. فأنا بفهم الموضوع وبجمعه بسرعة يعني. وأنا عارف إن كثير من الشباب يسمع هذا الكلام وهذا المعنى متداول بين الناس يعني. فأنا عشان أقنعها طبعا، عشان أقول لها ما فيش وما فيش ممكن ما تصدقش، لكن لما أتكلم عن نفسي وأقول لها اللي قدامك ده ابن القرية، ابن أسرة مصرية بسيطة، والدي فلاح وجدي فلاح وبفخر بيهم، والكلام اتقال لي من سنة حوالي 40 سنة أو أكتر من 40 سنة، من 41 سنة اتقال لي إن إن إنك أنت مش هتدخل عشان ما فيش واسطة. فبقول لها عشان يبقى الكلام ده فيه صدق. ده الكلمة دي لها موروث بقى بالظبط. الكلام ده الشباب اليومين دول يا أستاذ بيتصوروا إن زمان كان الخير أحسن من النهاردة والكلام ده كله، ويتخيلوا ان الفساد الايام ده ما كانش فيه زمان معنى للفساد. لا، الفساد كلمة متداولة على مر السنين، انا بقول بمنتهى الصراحة، والمشاكل على مر، والغلاء حتى في ناس يقولك كان زمان الغلاء قليل، ما فيش غلاء اليومين دول، غلاء الايام كانت ايامكم كويسة. لا، انا عايز اقول ايه، الغلاء طول عمره موجود، والكلام عن الفساد طول عمره موجود، والكلام عن الوساطة طول عمره موجود، لكن فوق ده كله ان في ربنا موجود. ونعم بالله. هل ربنا بياخد اجازه في الموضوع وفي المكتوب هيتغير؟ لا حاشا لله. اللي مكتوب للانسان لن يتغير. فلو ربنا كتب اللي قلت له، قدمي في يوم لما تخلصي كليتك، قدمي وان شاء الله في يوم من الايام. اقتنعت لما انا قلت لها نشأتي واساسي، وانا كنت خايف من هذا الموضوع، لكن دخلت وبقيت ضابط والحمد لله. فانا عايز اقول نشأة الريف المصري في الصعيد وفي بحري وفي الوادي الجديد وفي كل اماكن اعلى مستوى من القيم، احنا سعدنا بهذا الموضوع. مش عايز اقول لحضرتك القرية المصرية، انا اتعلمت وزي كتير جدا جدا القراءة والكتابة وانا 4 سنين قبل المدرسة. ما كانش في الكتاب، في اللوح اللي هو الصاج اللي كنا بنكتبه بالريشة، وتعلمنا الكتاب بالريشة عند عم الشيخ عبد الله الله يرحمه، وده اللي اتعلمت عنده، وحفظنا القرآن عنده في الكتاب. ده كان البنية الأساسية للتكوين. وكان الموضوع، مش عايز أقول لحضرتك عشان الناس تعرف إن المشاكل زمان إيه، إحنا خدنا الثانوية العامة على لمبة الجهاز نمرة 5 ونمرة 10، وكانت بتتعلق في الحيطة، وكان الامور كانت بسيطه جدا جدا، عشان الناس ما تدخلش ان يقولك ان محافظ ولا وزير يبقى ابن باشا ابن باشا. لا، الكلام ده مش مظبوط. لا، المكافحين، لا، احنا ابتدينا في القريه البدايه زي اي مواطن، ولكن ربنا موجود، السعي بيدي الانسان كل حاجه. وكلام حضرتك ده بياكد ان يعني زمان كانت الحاله اصعب، يعني كتير من شبابنا فاهم ان مولود في بقه معلقه ذهب، الطريق مفروش بالورد، اصلا قريب فلان الفلاني، لا حفر في الصخر وتعب وجات لك فتره من الفترات وقفت، بس كان عندك اراده، كان عندك هدف عايز توصل له. كلام حضرتك صح جدا، الاراده والعزيمه هي النجاح. في واحد يقول لك ايه ده ابن ذكي، انا بقول لأولياء الامور الشباب كمان لما صغيرين، في ناس يقول لك ابن ذكي بس ما عندوش اراده ولا ذكاء يدفع بحاجه. صح. اللي عنده اراده وعزيمه وتصميم هو اللي بينجح. مش طبعا الذكاء ده شيء جميل، طب لما يبقى عنده ذكي وعنده اراده وتصميم عزيمه ينجح. زمان الخير يا استاذ طه
كان الخير يمكن مش عايز اقول كان قليل، لكن القيم والحب اللي بين الناس كانت عاليه جدا جدا. كان الناس تعدي في القرى تقول لي كل واحد يقول لتاني السلام عليكم، ولو هو في الارض الزراعيه يقول له سلام، ولو عنده زارع حاجه معينه في الارض ثمار ياخد من خيرها يقول له اتفضل، ولازم يديه من الحاجه اللي موجوده. التواصل انا مش عايز اقول لحضرتك، احنا كانت الالبان في البيت ام ربنا يديها الصحه والعافيه، كان عندنا دولاب فيه البان موجود، كنا ندي المحتاج من اهلنا اللي في الشارع جيراننا اللي موجودين بالدور بيتين ثلاثة كل يوم وكذا اللي محتاج. طبعا كتير جدا كان عنده هذا الموضوع، لكن كان في تواصل وتآلف وبين الناس، ده مع الخير القليل كان في حب وكان ده كله هو اللي بنقول عليها البركة، أو البركة. هو ده التضامن الاجتماعي اللي بجد اللي حست عليه كل الأديان يعني السماوية. كلام طبعا. انت عارف حضرتك صحيح. انا افتكرت حاجة دلوقتي، في ايطاليا بيعملوا حاجة جميلة جدا بخصوص الارادة والتحدي واللي عنده مثابرة وعايز يوصل. لما يعني بطل معين يوصل رقم واحد او ياخد المركز الاول في لعبة معينة او في اي مجال، بيحتفلوا بيه احتفال عادي جدا، يجيبوا الرقم اثنين وثلاثة واربعة اللي هو السنة اللي عدت كرر نفس السيناريو وفشل وفشل، بيحتفلوا بالفاشل أكثر 100 مرة من الناجح. ما هو في بيحتفلوا في قيمة الإرادة اللي الإرادة عنه. صح. في من ضمن ملك مصري قديم، هو مصري ولي بالحقيقة يعني، اسمه شاشنق، والبعض يقول شاشنق لكن هو شاشنق، المهم إن هو كان ملك مصري قديم. كان الله يمسيه بكل خير ويديه الصحة سيادة المشير حسين طنطاوي، كان موزع دائما علينا وصايا هذا الملك لابنه. فكان دايما من حاجات كتير جدا جدا، يا بني لا تلف كثيرا حتى لا تتوقف، واعط الخباز رغيفا يعطيك رغفين من كتفيه وعرقه، وافعل الخير وارميه وسط البحر. وبالنسبة للنجاح كان مكتوب ايه بقى؟ وفشل كريم خير من نصف نجاح. يعني نيتك انك انت تعمل حاجة على احلى ما يمكن، وان فشلت مش مشكلة لكن بشرف. لكن ما تعملش الحاجة وانت بادي تشتغل تقول ايه انا ناوي اعملها نص نص. اللي هو الرسول قال الاتقان، ان الله يحبكم منكم اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه. فالحاجات دي لازم، موضوع العزيمه والموضوع ده مهم جدا جدا. من يتحلى بالعزيمه والاراده ينجح. انا عايز اقول لحضرتك ال- 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 القرى، انا مش بقول بقى القرى بس، لا انا عايز اقول ايه، مصر ياما انجبت عظماء في المدن والقرى وفي الحضر وفي الريف وفي الكفور والنجوع من شمالها لجنوبها. مش عايز اقول كل انسان ناجح اكيد وراه قصه عزيمه. ما نبصش للسلبيات، الفساد في كل دول العالم، السلبيات في كل دول العالم، الوسائط في كل دول العالم، المحسوبيات، ولكن طبعا انا عارف انها بنسب. احنا نسعى ان احنا نحارب هذا الموضوع، لكن انا بقول النصيحه للشباب الاصرار والعزيمه على النجاح، لان هناك رب إن الله هو اللي يدي من أحسن عمل. من أحسن عمل ده ربنا، ده أكيد. صح. واللي بيقول ربنا أكيد هذا الموضوع. عايز أقول لحضرتك عشان برضو التعليم ده مشكلة كبيرة جدا. منظومة التعليم إحنا كان عندنا مدرسين أسسونا على أعلى مستوى في القرية اللي أنا كنت فيها. كان عندنا على سبيل المثال الله يرحمه، ده يمكن توفى الله من 50 سنة بس لا يمكن أنساه في حياتي، عم إبراهيم مرس، كان مدرس اسمه، كنا بنقول عم إبراهيم أو الأستاذ إبراهيم. كان مدرسنا في الابتدائي يصل درجة الإتقان إن إحنا داخلين من طابور الصبح على الفصل، نقف صف ما ندخلش الفصل، وهو واقف على باب الفصل ومعاه براية يسأل واحد فينا واحد ألمك مبري قبل ما تدخل الفصل؟ لو مبري يدخل، لو مش مبري يبرونه ويقول له ادخل. المدرس كان يهتم بهذا الموضوع. شوف التخيل بقى الإتقان. كان مدرس التربية الفنية في المدرسة الإعدادي والثانوي له قيمة بالاعتزاز بالمادة بتاعته، زي الفرنساوي زي الانجليزي زي اللغات زي الرياضيات زي اللغة العربية زي الجغرافيا والتاريخ، التربية الفنية هو حس انه لا يقل، هو ادى لنفسه قيمة. خدت بال حضرتك كان عندنا مدرسين كانوا بيعملوا معسكرات مركزة قبل الشهادات الاعدادية والثانوية، نسهر بالليل، يسهروا بالليل، يقعدوا يدرسوا لينا كتلامذة عشان ندخل الامتحان مستريحين. تعرف الحاله الحلوه ديت يا ست اللي هو هي اللي طلعت لنا الكوادر الجميله دي، وبنتمنى دلوقتي ربنا يصلح الحال ان شاء الله تعالى في المنظومه التعليميه ويكون اللي جاي احسن باذن الله يا رب. والله يا اصدقاء الكلام ده انا بقوله، لان احنا انا كنت برضو في ندوه مع ملتقى الشباب العربي في مجلس الشباب العربي التنميه المتكامله في الاقصر في من اسبوعين،
واتكلموا دائما مشاكل الدول العربيه والشعب العربي كله قاعد 20 دوله عربيه الشعب موجود بيتكلموا على التعليم وبيتكلموا على الصحه وبيتكلموا على البطاله. الموضوعات كلها متشابهه واحده متشابهه. فالتعليم التعليم يعني احنا لما نتذكر سوره او ايه اقرا بسم الله الرحمن الرحيم اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم. الموضوع ده مش عشان الرسول كان امي، ده ربنا رساله ان تبنى الدوله على العلم، العلم والادراك والتوعيه وكل الامور المتعلقه بالعلم. وما اوتيت من العلم الا قليلا وقل ربي زدني علما. وهل يستوي الذين يعني عايز اقول ايه العلم في هذا الموضوع. عشان كده موضوع التعليم موضوع مهم جدا جدا. في بعض الدول اعلى مستوى معلمين هم المرحله الابتدائيه، لان التعليم في الصغر قد نقش على الحجر. حضرتك منظومه التعليم ما بتهتم بها اي دوله؟ عندك نموذج محترم اللي هو ماليزيا. صحيح. لما مهاتير محمد اهتم بالتعليم وحط له حوالي 50% من الموازنه العامه للدوله، ال 50% رجعوا له بعد 5 سنين 500%. ما هو ده منظومه، يعني انت على قدر ما بتصرف على قيمه معينه زي التعليم مكسبها والحصاد بتاعها اكيد هيبقى اكتر. انا مستمتع بالحوار والله. انا الاسئله طبعا شكرا لفريق الاعداد كتيره ومتطرقه لمواضيع كتير وكتير، بس كل ركنه عايزه لها حلقه. اكيد في وجود حضرتك والله. تحت امرك. وانا هروح لطريق تاني في حياتك بعد ما خلصت الكليه الحربيه. نعم. وخدت مناصب قياديه عليا لحد ما وصلت رئيس اركان الجيش الثاني وبعدها الجيش الثالث. ورئيس اركان الجيش الثالث ثم القضاء. دول منصبين احنا عارفين قدرهم، عارفين قيمتهم، مش اي حد. احنا كده حضرتك كانوا عايزين تركيز اكتر، ضغوط حياتيه اكتر، اكيد دفع ضربتها من على حساب الاسره وشخصك وحاجات كتير. صحيح. جيت في يوم من الايام يا سياده اللواء وقلت لا انا تعبت مش هكمل ولا لا انا عايز اقول لحضرتك طبعا اشكرك على السؤال. انا حتى الان من فضل ربنا انا ما تعبتش، وانا جاهز لبلدي ان انا ارتدي حتى الافارول زي جندي تماما. احنا ما تعبناش ولسه بلياقتنا ولسه بتركيزنا الذهني عالي جدا، مفيش مشكله. لكن عايز اقول لحضرتك حاجه على التصميم والاراده حتى في الكليه الحربيه. من فضل ربنا دخلت كليه حربيه، وبرضه طبعا كان يقول لك برضه هتيجي تدخل كليه حربيه صعب، لكن دخلنا الحمد لله. انا في الكليه الحربيه حصل معايا موقف في مشوار حياتي لازم اقوله. انا لما اتعمل التخصص عشان اختار التخصص انا عملت، ودي زمايلي والقاده بتوعي يعرفوا هذا الموقف لانه ما بيحصلش كتير، يعني هو انفراد لينا. انا 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 كتبت رغباتي كلها مشاه 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 عشان اكون ضابط في سلاح مقاتل. انا لقيت بدون ما اطلب رحت سلاح محترم جدا جدا وشبوه محترم جدا 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 اسمه الامداد والتموين، اللي هو المختص بالاداريات الخاصه بالقوات المسلحه، وطبعا شيء حيوي للغايه. لكن انا اختياري كان للسلاح الصعب اللي هو فيه اجهاد جسماني وتعب والكلام ده كله، رغم ان اداره التموين انا قلت لا يقل خالص، لكن انا ودوني اداره التموين. انا قلت لا انا داخل عشان اظابط ابقى ظابط في سلاح مقاتل، وزمايلي كلهم عارفين هذا الكلام. مدير الكليه دخلت له لاول مره ظابط او طالب في سلاح الامداد والتموين يطلب انه يحول لمشافر كليه حربيه. مدير الكليه الله يرحمه ويحسن اليه صمم ان انا استمر في دراستي كامدار وتموين اللي هي الشؤون الاداريه. اتخرجت ظابط امدار وتموين، ولكن اول ما اتخرجت رغم ان دراستي في الكليه الحربيه كلها امدار وتموين ان انا احول ظابط مشاه. ونجحت محاولاتي ودخلت للمشير محمد عبد الغني الجمصي رحمه الله وزير الحربيه، وقال لي هتبقى في يوم من الايام ظابط محترم وكويس، لكن انت فعلا وهوافق لك انك تحول ظابط مشاه. وبقيت ظابط مشاه من هذا التوقيت سنه 77. احترم سعيك وارادتك وتصميمك على انك على الاختيار السلاح اللي هو بيعتبره صعب اصعب الاسلحه. ودخلت وابتديت لما اخد دراسات في سلاح المشاه مع زمايلي ابتديت اطلع يا الاول او من الاوائل الدراسات دائما. وخدت الماجستير وخدت اركان حرب وخدت اكاديميه ناصر ومسكت كل المناصب، قائد كتيبه مشاه ورئيس اركان لواء مشاه وقائد لواء مشاه ورئيس اركان فرقه مشاه وقائد فرقه مشاه ورئيس شعب التدريب جيش ورئيس اركان جيش تاني ورئيس كان جيش التالت. انا افخر ان انا لم اترك الجبهه او الخدمه الميدانيه على قناه السويس شرقا وغربا
من أول بورسعيد حتى السويس لمدة 35 سنة متواصل هناك. فده الحمد لله. لكن موضوع المناصب العليا كرئيس أركان جيش وفرقة والكلام ده كله، أنا بقى بأكد للناس لكل مجتهد النصيب، ربنا بيقول لنا لا يضيع من أجر من حسن عمله، ما نكسرش هذه المبادئ عمليا. في واحد يقراها لكن ما بيعملش بيها، لكن عشان نصل أو ربنا يوفقني أن أنا أمسك هذه المناصب أكيد بالمجهود. إحنا عايز أقول لحضرتك حاجة، إحنا كنا في أوقات كده جدا وأنا ضابط صغير وأنا ضابط أركان حرب وأنا رائد مقدم، كنا بنيجي بنسهر بالثلاث أيام ما فيش نوم، مش ساعة لا ما فيش نوم خالص، اسمها بنطبق سهرين الليل عشان نخلص شغل ورانا. فالناس متصورة اللي بيبقى يوصل دول كلهم بيوصلوا بالمحسوبية، لا الكلام ده مش مظبوط. قدم ضريبة ده، ضريبة ده لكن خد مكافأة في الآخر ان هو وبرضه بيقدم تاني في منصبه الجديد. وعايز اقول لك يا أستاذ برضه حاجة، احنا كلنا ممكن نذاكر في الثانوية عشان نبقى ندخل كلية طب وبعدين هندسة، ربنا هو اللي بيريد ان يوزع المناصب او التخصصات على الناس. لازم ناس تدخل التربيه وناس تدخل تجاره وناس تدخل اداب وناس تدخل الطب وناس تدخل هندسه وناس تدخل حقوق تتوزع وناس تدخل اعلام تتوزع على الامور. فبالتالي الوظائف كده مش كل واحد هيبقى قائد جيش ولا وزير ولا محافظ، بس الشرف ليك انك انت لما تبقى في منصب خدته بشرف تماما وليس بامور مساعدات او اي حاجه، تاخده نظيف بيور. فبالتالي انت قدام نفسك يطلع المنصب ده كده ولا كده كده، ولكن انت ثقتك في ذاتك وانت حاسس ان هذا المنصب انت تستحقه، بل ممكن غيرك يقول ده يستحق اكتر من كده. بس اهم شيء مش موجود عندك انك مسك المنصب ده وما يستحقوش، لكن احسن الناس يقول لك ايه المنصب ده ايا كان وصلوا بمجهوده. سيدنا شعراوي قال كلمة جميلة جدا، قال إذا دعيت لمنصب أوكله الله أعانك الله عليه، صحيح، وإن طلبت منصب أوكله الله إليك. يعني صحيح. أنت لو عايز تبقى قائد في مكان معين أنت اللي عايز وبتسعى له، صحيح، خلاص أنت خده وتحمل بقى، لكن طول ما أنت مطلوب إلهيا وقدريا وإمكانياتك مؤهلة لده ربنا بيسخر لك كل السبل سبحانه وتعالى من زمايلك ومن قدرات. لا أنت بتاخد المنصب ده وبتنجح، وساعات بتشوف ده قائد وده قائد ده ناجح، صحيح، وكل الامكانيات معاه، والتاني قائد ومتعايش. يعني عايز اقول لك حاجه صافي، الجزئيه دي هناك فرق بين معنيين، الطموح والطموع. انك انت تبقى عندك طموح مشروع ابذل اقصى مجهود، لكن ما يوصلش ان اللفظ يتحول الى طموع، انك تطمع ان عايز تنط على الموضوع، انك انت عايز تاخد منصب بدون التسلسل الوظيفي. لا، الطموح مشروع طالما صح من خلال السعي والإرادة والعزيمة فهو صح جدا. عايز أقول لحضرتك أنا بكلم بجد عشان الناس تبقى عارفة، دي برضو رسالة للأسر. أنا الحمد لله عندي سيدة كريمة جدا، السيدة الفضيلة حرمي، هي تولت، مش عايز أقول، ومعظم ضباط الجيش كده الحقيقة، احنا قاعدين في الجبهة كتير جدا جدا، قاعدين في الوحدات العسكرية الطبيعي شهر وننزل خمس ايام، ما بال بقى لو قعدت شهر ولا اتنين. فانا عايز اقول برضو لا يمكن اغفر حقهم، ان هم طبعا وقفت جنبي، وكتير جدا ضباط القوات المسلحة كلهم كده، مش عايز اقول من في كل المناطق والجيوش المدنيه والهيئات والادارات بيدفعوا ضريبه معاكم، من المؤكد هذا الموضوع. كل التحيه والتقدير ليها طبعا، والست اللي هو لو تحب كلمه معينه عايز تقولها لها قولها لها. لا اقولها، ربنا يبارك لك في صحتك طبعا، على ربنا ويبارك ربنا يبارك لك في صحتك مصطفى ودينا واحفادك ويفرحك، لانك انت فعلا تعبتي معايا اكيد يعني، ان شاء الله ربنا. وطبعا الام والوالد طبعا دول ربنا يديهم كل حاجه ان شاء الله، صحه هم الاساس في كل حاجه طبعا برضه. طبعا عايشين بدعواتهم، ربنا يبارك. هروح لطريق تاني، حضرتك توليت قائد كليه القاده والاركان. نعم. طيب هنوضح بس سريعا للساده المشاهدين ايه هي بالظبط وطبيعه الدراسه فيها، او صحيح هو ده مؤهل حد مدني يدخل. صحيح، هو السؤال مهم جدا ده الحقيقه، يعني دي محطه مهمه جدا. كليه القاده والاركان الكلية دي أولا من أقدم المعاهد العسكرية في مجالها في الشرق الأوسط، عشان الناس تبقى عارفة هذا الموضوع. من أيام محمد علي؟ من أيام محمد علي. الحقيقة
وتغير اسمها بمراحل الكلية الملكية وكلية القيادة والأركان، ثم يعني بقت ليها أكثر مسمى، ولكن بعد ثورة 52 أصبحت اسمها كلية القادة والأركان. الكلية دي أولا بتعد ضابط القوات المسلحة ليعمل في هيئات القيادة اللي موجودة في التشكيلات، بيبقى الضابط اسمه ضابط ركن أو الأركان. كلمة أركان في حد ذاتها أي أركان منزل، هي الأعمدة. البيت اللي بدون أعمدة بيبقى ما فيهوش. الأركان دي هي الأعمدة أو الأعمدة الخاصة به في تخصصات القوات المسلحة اللي بتقوم عليها التشكيل أو الوحدة، اللي هم ضباط الأركان أو ضباط اسمها هيئات القيادة. هذه الكلية بتؤهل الضابط ليكون ضابط أركان حرب، ومعه اللقب ماجستير أو معاه مؤهل ماجستير العلوم العسكرية، ودي أول شهادة بيحصل على دراسات عليا. الدراسة فيها مين؟ الدراسة فيها كافة الموضوعات العسكرية لكافة تخصصات القوات المسلحة بنسبة 100%. هل ده بس؟ أبدا. ده هي عشان الناس برضو تعرف أن ضابط القوات المسلحة بيؤهل كل سنه ليه دراسات على ما يبقاش يشتغل ويعمل دراسه. ضابط قانون السرعه كده يشتغل ويعمل دراسه، يترقى عشان يترقى يعمل دراسه على طول. الدراسات اللغات، استمرار دراسه اللغات، دراسات نظم المعلومات، دراسات الجغرافيا السياسيه والجيوبوليتيك، التخطيط الاستراتيجي، الامن القومي، قوى الدوله الشامله، كل الامور دي كلها بتتم تدرسها في كليه القضاء والاركان. الموضوعات اللي بتم تدريسها بيتم عمل ليها برامج عمليه في التشكيلات والوحدات، بيتم حضور هؤلاء الدارسين لمده سنه اثناء الدراسه، المناورات والمشروعات التي تقوم بها تشكيلات القوات المسلحه لزياده الخبره. الشيء الجميل ايه كمان؟ ان هذه الكليه العظيمه تخرجت قيادات مصر، خرجت قيادات الدول العربيه، يعني مثلا الامير محمد بن زايد اللي هو الفريق محمد بن زايد اللي هو ولي عهد ابو ظبي. احنا كنا بنشوف كل الجنسيات ده خريج كليه القضاء والاركان، وكثير وكثير من الدول الافريقيه، من الدول العربيه، من الدول الاسيويه، الدول الافريقيه، الدول الاوروبيه، فرنسا، دول كثيره، الصين، كوريا، كل دول دارسين في كليه القضاء والاركان، ودول اخرى بيدرسوا في هذه الكلية العظيمة، إيمانا بأن هذه الكلية تؤهل على أعلى مستوى قيادي. هي قلعة وصرح الصراحة، كنا بنشوفهم زي ما أنا قلت كده في البداية، أنا شرفت بأني خدت دورة المحررين والعسكريين. صحيح. فكنت بتشوف كل الجنسيات، بتشوف قائد. صح. عميد وبيذاكر. صحيح طبعا. وبيراجع وبيتصل. صحيح. يجيب معلومة. فالناس دي اكتشفنا قد إيه إن هي بتتعب، وفي نفس الوقت هو جه هنا شهر ورجع تاني. على الوحدة بتاعته. لا معاناه، كل التحيه ليه. ده انا عايز اقول لحضرتك كمان على كليه القضاء والاركان، عشان يدخلها، عشان الناس تبقى عارفه، عشان ياخد الماجستير، مش مجرد امتحانات، بيتقدم في شروط بتنشرها هيئه تدريب القوات المسلحه سنويا لمن يريد، من يريد عدد سنوات خدمه محدده لا تقل مثلا عن 8 سنين. لازم يكون التقرير بتاعته لا تقل عن جيد جدا، يكون ضابط متميز تقرير، يكشف طبي ويكون جسمه سليم جدا، يكشف رياضي ويكون اللياقه البدنيه بتاعته عاليه. الموضوعات دي عشان ايه؟ ده عشان لمده سنه يجتاز اختبارات مواد، ده عشان يدخل الكليه، يقعد سنه بعد ما يجتاز الطبي والرياضي والانتقاء يروح يتعمل له اختبارات يدخل فيها مثلا 5000 ضابط من القوات المسلحه، من نوربه الرائد والنقيب والمقدم. تصف ال 5000 مثلا دول على كام؟ مثلا 500 ولا 1000 من ال 5000 ياخدوهم. ال 500 دول اجتازوا الطبي والرياضه والموضوع ده، يبتدي يختبروا اختبارات ثانيه، اختبارات التصفيه. بعد ما يخلصوا اختبارات التصفيه يتعمل حاجه اسمها اختبارات القبول ثانيه مواد. طب ده اثبات حاله بقى ان مش ده كلمه واسطه دي معدومه خالص. لا خالص، وعميق ده وعايز واسطه عشان يدخل طبعا. ده بيفتح لنا صفحه على اللاجئين. فبالتالي التأهيل العلمي الانتقاء الانتقاء. بعد الحقيقه ما بيخلص ضابط الاركان حرب بيتوزع على تشكيلات الوحدات رائد او مقدم عشان يشغل الوظائف التي تتناسب مع رتبته. عشان يبقى خدنا الجزئيه الناحيه العسكريه، لما بيوصل الضابط لرتبه عقيد
سواء رئيس أركان لواء أو قائد لواء، مشاة أو مدرعات أو مدفعية أو سلاح، أيا كانت إشارة حساسة أو ذخيرة، مدار وتومين، كل تخصصه مسلحة، بيتم انتقاؤه من خلال شغله وعمله وأيضا كشفي وطبي ورياضي ليلتحق بأكاديمية ناصر العسكرية العليا. أنا عايز يعني معذرة على المقاطعة، يعني فضل ست الفريق السيسي، نعم، معلومة بقى إذا كانت هي أكيد صح في حدود معينة حضرتك هتأكدها لي، يعني فضل. هو دفعة حضرتك صح؟ ده أنا أتشرف أفخر بكده. إيه بقى اللي الناس ما تعرفوش عن سيادة الفريق؟ هو طبعا الوضوح والصراحة ده معروف، وهو بره زي جوه، إحنا ما بنجاملش ولا بننافق لا قدر الله، لكن في كواليس بحكم إن حضرتك يعني ملازم ليه لمدة 40 سنة. يعني هقول لحضرتك، انا رحت لمحطه تاني سريعا كده علشان يعني انا طبعا عشان طبعا بعض الناس بتفهم الكلام، طالما هو شخصيه او رئيس مصر ورقم واحد في مصر بيتخيلوا ان اي كلام دلوقتي يعتبر هو بقى الالفاظ تطبيل والكلام ده كله. احنا بنتكلم عليه كانسان. اعتقد يعني من خلال المؤتمرات والندوات اللي عملها للشباب والزيارات لمواقع العمل، دي صورة معروضة لحضرتك؟ صحيح. الحقيقة طبعا دي الصورة لما كان سيادته وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وأنا كنت مدير كلية القضاء والأركان، وكان سيادته يمكن أولى الزيارات بعد تولي الوظيفة لهذه الكلية إيمانا بدور كلية القضاء والأركان، ودي فخر لكلية القضاء والأركان وفخر لي أنا شخصيا. في موقف معين كده سيادة اللي هو تفتكره مثلا مع يعني هقول لحضرتك حاجة، السيد رئيس الجمهورية الحقيقة يعني هو كل الصفات، أو يعني عشان برضو ما حدش نقول كل، يعني معظم الصفات الإنسانية رأيناها في هذا الرجل. الوطنية بتاعته لا أحد يصنع شك فيها، التقوى والإنسانية، احنا كنا من زمان بيقول عايزين رئيس إنسان يحس بالشعب، ربنا ادانا رئيس انسان يحس بالشعب، وانا بقول وامري الى الله ومش عايز حاجه من حد خالص. لا حضرتك، لكن انا بقول هذا الكلام بدقه. هو انسان تماما تماما تماما، ولدرجه هقول لحضرتك، كان حضرتك بتسال موقف في العفه الانسان واللفظ اللي بيطلعه، كان في مؤتمر للسيد وزير الدفاع اللي هو اصبح السيد رئيس جمهوريه سيادة المستشار السيسي، عمل مؤتمر للناس وكان بيتكلم على اهميه التواصل دائما المستمر كتاكيد ما بين القيادات وما بين المرؤوسين. فهو كان يقول ايه، انا عمري ما قلت لاي جندي او ضابط صف او اي حد ايا كان قوات مسلحه يا كاف ولام وبه، مش عايز اقول اللفظ كامل، حتى معانا في المؤتمر يتعفف انه يقول اللفظ كامل، ودي حقيقه وفي تسجيلات بالكلام ده، يا كاف ولام وبيه، مش عايز اقولها كامله. هو ما دي حقيقه، المفردات دي اصلا مش موجوده عنده، مش موجوده عنده. فبالتالي الانسانيه وعفه اللسان موجوده، التقوى والخوف. انا عايز اقول لحضرتك حاجه، كان ممكن اي مكافاه ياخدها يوزعها على الجنود والناس اللي معاه رجالته، وهي البدايه كانت لما تولى رئاسه الجمهوريه ونص المرتب ونص المرتب. احنا كنا بنقول عايزين مقدمه، هو القدوة، هو قال التبرع، هو اتبرع بنص مرتبه، ولما قال المسجد والكنيسة قال أنا أول واحد أتبرع للمسجد والكنيسة. ما هذه مبادرة القائد أو صفات القائد اللي صحيح. هو دايما بيعمل مبادرة والكل دايما بيبقى بالتبعية معايا، ما بيشوفه نموذج ناجح ومحترم بيتواصلوا معايا صحيح. أكيد. وإحنا عاوز أقول لحضرتك حاجة بدون أي نفاق أو رياء أو أي حاجة، أنا بقول بما يرضي الله، لو استمرت مصر بمعدل الأداء مشروعات محدد، مشروعات التنمية الشاملة، الكباري، الطرق، المليون ونص فدان، المنطقة الصناعية، الإقليم قناة السويس، المشروعات الكبيرة، الإسكان الاجتماعي، المدن الجديدة، المشروعات الزراعية، مشروع جبل الجلالة، المشروعات الزراعية، لو استمرت مصر بالمعدل ده 20 سنة، طبعا مش بقول 20 سنة مع الرئيس عشان ما حدش يفتكر خالص، رئيس بيحترم الدستور واحنا بنحترمه ومش هيبقى غير كده، الدستور هو زعل منه، ورئيس الرئيس بيحترم الدستور جدا عشان ما حدش يقول لك 20 يبقى لا،
ايا كان اللي موجود. انا بقول لو استمرت مصر بمعدل اداء مشروعات بنفس الكيفية دي في سنة، في سنة نلاقي قناة السويس، في سنة نلاقي كم نفع هيتعملوا، في سنة نلاقي مش عارف كم الف فدان او كده، اعتقد الاستمرارية مصر بهذا الموضوع هيكون ليها مكانة كبيرة جدا جدا. حضرتك كنت على رئيس الجهاز التنفيذي لمحافظة الوادي الجديد، كنت محافظ الوادي الجديد. نعم. هنتكلم برضه، انا باخد من كلام حضرتك السؤال، كمشروع المليون ونص فدان، احنا عندنا معلومة بتقول انك انت كنت اول واحد طرحت على الرئيس السيسي، ده استكمالا لان الحوار جاب بعضه يعني، او شبه الشيء يذكر، ان يتولى ادارتهم القوات المسلحة. الحقيقة طبعا احتمال تكون الصورة دي موجودة. انا السيد الرئيس السيسي عندما كان وزيرا للدفاع وانا كنت محافظ الوادي الجديد، والكلام ده تشهد عليه الصور ويشهد عليه السادة المواطنين المحترمين اللي انا بعشقهم، مواطنين الوادي الجديد وبعض الجهات في الدولة وبعض ناس في وزارة الزراعة، يعني الدكتور ايمن فريد ابو حديد الله يمسيه كل خير كان موجود، والدكتورة نهت كانت مديرة مبحث معهد بحوث المياه وزارة الري. انا اتصلت بالسيد رئيس الجمهورية كان وزير الدفاع في هذا التوقيت، وقلت له ان احنا عندنا اراضي في الوادي الجديد بصراحة بمنتهى الصراحة، لو انتظرنا الاجراءات التي تتم في الاجهزة المدنية في الوزارات لن يتم تنمية مصر كما نجب. انا بقول بمنتهى الدقة باللفظ ده، انا لم انتظر يوم. الكلام ده كان حوالي في شهر 1 2014، وانا اتصور ان كانت الاستفتاء على الدستور اشوف الاربع والخميس 14 و15 1 2014 باليوم. انا اتصلت قبلها يوم الاثنين او يوم الحد، تاني يوم وليس ثالث ولا رابع ولا خامس يوم، انا كنت موجود في القاهرة، السيد وزير الدفاع في هذا التوقيت اعطى تعليمات الى السيد رئيس جهاز الخدمة الوطنية اللي هو منير، وخدنا طيارة من مطار الماظة ونزلنا في القاعدة الجوية في بني سويف، لأن الفرافرة ما فيهاش مطار رنوي مطار، فيها أرض هبوط طيارة كده، فخدنا 2 طيارة هليكوبتر ونزلنا في الفرافرة في منطقة سهل بركة اللي هي حاليا وسهل قارون مطار الفرافرة اللي هي فيها تم البداية، ودايما احنا بنكمل بعض. سيادة المحافظ اللي بعدين اللي هو محمود عشماوي أدى على أعلى مستوى، اللي بعدين اللي استلم دلوقتي هيؤدي، كلنا بنكمل بعض تماما، لكن البداية كان هذا الموضوع. احنا نزلنا في الفرافرة وأنا عايز أقول لحضرتك بمنتهى البساطة، ما زالت هناك أراضي موجودة في الفرافرة وفي الدخلة وفي بلاط وفي الخارجة وفي باريس، على الاقل انا اعرفه فين في الوادي الجديد. انا بقول بمنتهى البساطه، وكنت دايما اتكلم مع الدكتور ايمن فريد ابو حديد والدكتور محمد عبد الطالب وزير الري، المشكله الرئيسيه في قوانين الاداره الخاصه باداره الاراضي اللي هي املاك الدوله والقطاعات، رقم واحد المشكله الرئيسيه. يمكن احنا في القناه الزراعيه، لكن انا بقول الحاجه بحياديه بتجرد، الأراضي في المحافظات في ازدواجية في الولاية، بعض الأراضي وزارة الزراعة، لا مش وزارة، هيئة التنمية الزراعية تحديدا، وبعض الأراضي في المحافظة. كان في مشكلة وأنا موجود في الفرافرة برضو، 10,000 فدان مالك واخدهم بعقد وتصريح أبار من وزارة الري وحكم محكمة من هيئة التنمية الزراعية، يعني كل واخده من تبع هيئة التنمية الزراعية، ونفس الأرض ونفس المساحة من المحافظة، وهما الاثنين قاعدين لبعض في الأرض، ده يقول أنا واخدها من المحافظة قانوني، وده يقول وهي ما زالت قضية موجودة أتمنى تكون خلصت، بتنظر في هذا الموضوع. واللي بيخسر المواطن والدولة والإنتاج بتاعها. أنا بقول بمنتهى البساطة، أنا بقولش بقى تبقى تبعية مين، لكن لازم نوحد ولاية الأرض في المحافظات. رقم 2، وأنا بقولها من القناة الزراعية بقولها وبقوة، أي أرض تتداع من أي جهة عندما يتم أيضا تحديد الولاية توحيد الولاية تورد إلى خزينة الدولة بنسبة 100%.
لان الارض طبقا تعتبر ثروه. يعني في دول عندها البترول واحنا عندنا الارض تعتبر ثروه. مكتوب في الدستور ان موارد الشعب المصري ملك لكل الشعب المصري، يبقى يجب ان لما تزود خزينه الدوله اعتقد هتعود على كل الشعب. احنا عندنا كنوز كتيره يا سياده اللواء، واللي بيأخرها الروتين والبيروقراطيه والمناكفات والمشادات ما بين ده ولايه ده ولايه ده. انا خليها زي ما حضرتك بتقول، انا باكد يعني بضم صوت لصوت حضرتك، خليها تبع اي ولايه طلعها اي حاجه، اي ان شاء الله تكون وزاره استثمار اي حاجه، بس المحصله تترجم في صوره ناتج يطلع لنا يزود دخل بدل ما احنا ساعات بنعاني. ده وده صفات القائد حضرتك. ده قلت صحيح. ده تليفون تاني يوم فعل الكلام ده، تاني يوم كانت الطياره موجوده ورحنا ونزلنا في الموضوع ده وشفنا الارض وعينا الاراضي. لما ابتعد كده السيد رئيس بقى رئيس جمهوريه، كانت هذه المنطقه الفرافره من اولويات الارض اللي ابتدت تم فيها ابداء المشروع. محطة جديدة في حياة حضرتك، طبعا محطات حضرتك بسم الله ما شاء الله مليئة بالنجاحات والإنجازات. الله هروح للمحطة اللي حضرتك متولي فيها مستشار الأمين العام لجامعة الدول العربية للشؤون العسكرية. نعم. هناخد سريعا في خطوط عريضة أول سؤالين، بعدين عندي سؤال مهم جدا فيصل أو الماستر ده اللي زي ما بنسميه بلغة الإعلام. تحت أمرك. هتكلمنا عن دور الإدارة العسكرية في جامعة الدول العربية. طيب أول الأول هذا الكيان حضرتك اللي قدمته في البداية، اتكلمت على الكيان العظيم. جامعة الدول العربية أقدم من الأمم المتحدة وأقدم من منظمات كثيرة دولية، كمنظمة إقليمية سياسية بتربط 22 دولة. كانت بدايتها سبع دول. كانت سوريا ولبنان والعراق والأردن واليمن والسعودية ومصر. هؤلاء السبع دول اللي هم وقعوا على ميثاق جامعة الدول العربية في 22 مارس 1945 قبل إنشاء الأمم المتحدة. دي حقيقة. مخرجنا الجميل هيعرض لحضرتك صورة اهي. ده طبعا مع المعالي الأمين العام السابق المحترم الدكتور نبيل عربي، وأنا بكن له كل احترام أيضا كما أكن كل احترام طبعا. حضرتك كنت في الإدارة العسكرية في أنا كنت أيضا مستشار الأمين العام، مستشار سيادته للشؤون العسكرية، وطبعا حاليا وما زلت في هذا الحقيقة المكان. يعني طبعا تولى حاليا رجل عظيم جدا وهو وزير خارجية مصر السابق اسماعيلي السيد الوزير أحمد أبو الغيط وكده. الإدارة العسكرية اللي عايز أقول الجامعة بمنتهى البساطة هي الكيان العربي، بيت العرب بدقة. لا أحد يتخيل، ويجب أن نحافظ بكل ما أوتينا من قوة. وأنا أقول ليه؟ لأن البعض بيتصور له أمال وأماني من جامعة الدول العربية كبيرة جدا، يعني مش عايز أقول مطلقة وكبيرة جدا، لكن أنا هتكلم على جزئية مهمة جدا لازم بس عارفها. الأمانة العامة اسمها الأمانة العامة، هي تصيغ قرارات الإرادة السياسية لقارة الدول العربية. يعني هي دلوقتي اللي بتجمع القرارات. لما بيكون هناك جلسة على مستوى المندوبين اللي هم سفراء الدول، أو جلسة على مستوى وزراء خارجية الدول، أو المؤتمر القمة اللي هو بيعقد سنويا، عندما يتخذ القادة العرب أو أي مستوى من المستويات اللي أنا قلتها الوزاري أو المندوبين قرار الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، تصيغ هذا القرار، وهي المكان الذي يجتمع فيه هذه ال 22 دولة. ليس للجامعة العربية زي مجلس الأمن في حق الفيتو اللي اتعمل، اللي الدول الكبرى عملته الأمم المتحدة بعد إنشاء مجلس الأمن، بيستند إلى الفصل السابع لاستخدام القوة في حال النزاعات والكلام ده كله عند الإخلال بالسلام والأمن الدولي. الدول حتى الأمم المتحدة لما أصدرت على سبيل المثال قرار 242 الخاص بانسحاب اسرائيل من الاراضي العربيه المحتله بعد 67، نفس الامم المتحده والكبار نفسهم اللي موقعين على القرار وافقوا، لم ينفذ حتى الان. يعني حتى هذا الان لسه ما زالت الجولان موجود تحت الاحتلال، لسه الضفه الغربيه وغزه تحت الاحتلال. احنا ليه نيجي على الكيان بتاعنا اللي هو بيمكن لنا احنا نجتمع؟ ليه بقول هذا الكلام؟ عشان الناس لا تتخيل ان الجامعه هي اللي بتصدر القرار الكلام ده كله، لكن الموضوع الإرادة السياسية للدول العربية، وأنا بقولها بمنتهى الصراحة عشان الناس تبقى عارفة هذا الموضوع. النقطة الثانية بقى،
الجامعة ليها أنشطة إيجابية كتيرة جدا جدا، وأنا أتكلم على الإدارة العسكرية فيها. الناحية الاقتصادية يعني على سبيل المثال حاجات اللي يمكن ما بتظهرش قد يكون كتير في الإعلام، لكن الجامعة شغالة هي في الربط الكهربائي ما بين مصر والدول الخليج دلوقتي شغالة. موضوع التعريفة الجمركية، منطقة المناطق الحرة، تحديد المناطق الحرة العربية إلى حاجات، والتعريفة الجمركية هي هذه العوامل هي المطلوبة مستقبلا قد يكون بعد سنتين أو ثلاثة بالكثير للسوق العربية المشتركة. لا يتم إنشاء سوق عربية مشتركة إلا بالشغل اللي احنا شغالين فيه اللي هو التعريف الجمركية وتعريف تحديد المناطق الحرة في كل دولة عربية اللي هيبقى في إطار السوق العربية المشتركة. دي نحط المعايير الأول وبعدين شغالين فعلا في الجامعة دلوقتي فيها. الحاجة الثانية في مجال المرأة في إدارات موجودة، مجال التعليم ليه إدارة خاصة بالموضوع، الشباب له إدارة للشباب في موضوعات، وأنا لسه كنت في من أسبوع كان في ملتقى الشباب العربي من 20 دولة مجتمعين في الأقصر تحت مظلة جامعة الدول العربية، فأنا عايز أقول في حاجات دي. أما بقى الإدارة العسكرية موجودة على سبيل المثال، إيه الحاجات اللي بتتعامل ما بين كده؟ في دورات بتتم بس دي ما بنعلنش عنها كتير، خاصة بيحضرها رؤساء هيئات التدريب في القوات المسلحة الدول العربية، دراسات الإرهاب بيدرسوها مجمع، دراسات خاصة متخصصة خاصة بالحرب المعلومات والحرب السيبرانية، الجيل الثالث الرابع والخامس، الجيل الرابع والجيل الخامس بيتم الكلام ده كله. ال في نشاطات عسكرية متعددة. الحاجة الثانية احنا عندنا على سبيل المثال التدريب المشترك اللي موجود ما بين دول عربية بيتم، المناورات اللي بتتم، التدريب في الكليات العسكرية، الدراسة في الكليات العسكرية والأكاديميات اللي موجودة في كل دولة عربية فيها من كل الدول العربية. إذن أصبح، لكن أضيف لهذا الموضوع وجاري الموضوع ده عشان برضو حضرتك كنت هتسأل فيه، إحنا وصلنا له اللي هو القوة العربية المشتركة لمكافحة الإرهاب وصيانة الأمن القومي العربي. طبعا لأن الإرهاب، لأن الإرهاب أصبح هو الخطر الدائم في هذه المرحلة اللي بيهدد الدول العربية. صحيح إحنا يمكن في أربع دول يمكن هم الموضوع مشتعل فيهم جدا، ويمكن في إجراءات إيجابية حاليا في العراق وفي سوريا وفي اليمن وليبيا، والحمد لله مصر إحنا ناجحين بامتياز، وأنا طبعا أقول لي حد بامتياز إن شاء الله تعالى. لكن الخطر الإرهاب والخطر للأسف الشديد، أسف شديد بدايته تصنيع من منطق الديني، يعني استغلوا الموضوع الديني وصنعوا إرهاب للموضوع ده ستار فعلا، فأصبح الموضوع ده هو الخطر الموضوع ده. قمة شرم الشيخ 2015 اللي كانت رئاستها مصر تم اقتراح قوة عربية مشتركة لمكافحة الإرهاب وصيانة الأمن القومي العربي، وكانت هذه القوة لها أيضا مهام أخرى اللي هي حفظ السلام عشان يبقى في امان في كل دوله، بالاضافه الى ازاله الاثار الناتجه على الكوارث والاغاثه وهذه الموضوعات. فكان لها موضوعات اخرى غير الارهاب، حفظ السلام والنكبات والكوارث الطبيعيه والصناعيه عشان تعمل اغاثه في هذا الموضوع. وطبعا اتعمل مؤتمرات لرؤساء اركان حرب القوات المسلحه في ابريل 2015 ومايو 2015 في الجامعه العربيه، واتعمل بروتوكول، وفي دراسات ما زالت شغالة لبعض الدول دراسة وتشاور لهذا الموضوع، ونتمنى إن شاء الله بإذن الله إن في المستقبل القريب اللي جاي إن يبقى فيه تفعيل لهذا الموضوع إن شاء الله. جنرال احنا عهدنا على حضرتك الجراءة والقوة، أنا مستمتع بحوار حضرتك فضل. بس في يعني طرح بيقول في الشارع إن كان في خلاف ما بين مصر والسعودية على إدارة القوة العربية، حقيقة ده إيه؟ لا أنا بكلمك بكل دقة، أنا بكلمك بدقة وبصراحة، مفيش خلافات ما بين مصر والسعودية وأي دولة أخرى بشأن القيادة والإدارة خالص، بأجزم لك بهذا الموضوع. في أقول لحضرتك حاجة، هناك بعض الدول الشقيقة ويمكن لها كل احترام القانون بتاعها الدستوري لا يسمح بخروج قوات خارج حدودها. ففي شغالين في اجراءات عشان هذا الموضوع. خدت بال حضرتك في بعض الدول تقدرها ان هي بعيده عن التهديدات، فبالتالي ايضا هي بترجئ
الدراسة لهذا الموضوع. إذن في موضوعين، التهديد في دول موضوع التهديد لم تهدد فعليا في دراسة، وفي دول الدستور بتاعها عشان بيمنع ده، بيمنع موضوع، فهم شايل الموضوع ده. لكن أنا بأجزم لك وبصراحة مفيش خلاف في الجزئية اللي حضرتك سألت فيها بدقة موضوع. لا ما احنا قلنا ليه المعلومة عشان حضرتك مصدر المعلومة. أنا بقول لك منتهى بصراحة الكلام ده. احنا بس بنطمن جمهورنا وبنطمن الشعب العربي إن أكيد مفيش، مش هيبقى فيه خلاف على حاجة جميلة، على انتاج كويس، ان يبقى فيه قوه عربيه زي ما احنا كنا متمنين. وان شاء الله تعالى النصر يا رب لمصر وكل الدول العربيه. او العلم حضرتك عايز اقول لك يا استاذ برضو عشان الناس تبقى في الصوره، يعني اليابان عشان برضو المفهوم الناس عرفها. اليابان، شوف انا قلت حاجه تانية. اليابان بعد ما ضربت الاسطول الامريكي في معركه بيرل هاربر في سنه 45 في الحرب العالميه الثانيه، فجت امريكا ضربت اليابان في هيروشيما وناجازاكي بالقنبله النوويه. فاضطر هيروهيتو اللي هو كان امبراطور اليابان ان يوقع وثيقه الاستسلام. من ضمن هذه الوثيقه عدم وجود قوات مسلحه وجيش وكذا كذا وتحجيمه للحراسات والكلام ده كله في اليابان، بل ما زال في قواعد امريكيه هناك. خدت بال حضرتك؟ ولكن اليابان برعت في الناحيه الاقتصاديه واصبحت تهدد الامريكا وغير امريكا، اصبحت غول اقتصادي. صح كده؟ فانا عايز اقول ايه، احنا لازم نبص ان القوى الشامله ليست القوى العسكريه فقط. القوى العسكريه نعم تصون الدوله وتصون الامن القومي اللي هو بتضمن قدره الدوله على مواجهه التحديات والتهديدات الخارجيه والداخليه، هذا هو مفهوم الامن القومي. القوى العسكريه التي تصون هذا الموضوع، لكن القوى الاقتصادية من أهم الموضوعات. أنا لو ما عنديش اقتصاد عالي مش هقدر أبني جيش، مش هقدر أسلح جيش. لو ما عنديش اقتصاد عالي، الحاجة الأساسية للمواطن اللي أنا عايز أجعله آمن مش هعملها. طالما عنديش اقتصاد أقدر أوفي الحاجة بتاعته. هتضطر الجامعات الإرهابية تستقطب تحت بند الاحتياجات. من يملك قوته يملك قراره. صح كده؟ فتصور. عشان كده أنا بقول إيه، احنا حاجتين مهمين جدا جدا، زي الايه الكريمه الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف الامن والاقتصاد. خدت بال حضرتك؟ عشان كده بقول ان قوى الدوله الشامله واهمهم القوتين الاقتصاديه طبعا والعسكريه، طبعا في قوى سياسيه والقوى العلميه والثقافيه والاجتماعيه والاعلاميه، كل دي قوى. ولكن من ليس لديه اقتصاد قوي وقوة بيصبح فيما أو على الأقل أحدهما، يعني ممكن ما يكونش عندي الاثنين بس عندي أحدهما. اللي يبقى عنده أحدهما يبقى مضطر مع الدول الأخرى عندها اقتصاد وأنا عندي جيش نعمل إيه؟ التكامل. أنا كنت أقولها كده. يبقى لازم يكون في تضامن أو تكامل. لن يكون هناك أي دولة في دولنا تملك كل شيء. مش هتقدر تصنع الغذاء وتنتجه، مش هتقدر تصنع سلاح وتنتجه، الصناعات الاخرى مش هتعملها، مش هيبقى عنده البترول، يعني اذا كان عنده دي مش هيبقى عنده دي، مش هيبقى عنده ميه، لو عنده بترول مش عنده ميه، وهكذا. عشان كده التضامن والتكامل حتميه في المراحل لكي نضمن ان احنا كهيكل عربي نكون موجودين. اعتقد ان القمه الجايه نفسها بتبحث هذه الامور، يعني مش هتيجي على ملف معين. انا لا اعلم حتى الان بدقه حضرتك هو شكل التحضيرات بتبقى للقمه اللي هتتم في الاردن في يوم 23 بيبقى. شوف اقول لحضرتك حاجه، في موضوعات بتطرحها بعض الدول وفي موضوعات بتعدها الامانه العامه. بيتم اجتماعات في الجامعه، جلسات على مستوى المندوبين، بتجمع هذه الموضوعات كلها وبيتم دراستها دراسة دقيقة في جلسة واثنين وثلاثة واربعة إلى أن يتم الاستقرار على جدول أعمال يتم عرضه على وزراء الخارجية. يعني مستوى المندوبين اللي هو سفير كل دولة بيجتمعوا في الجامعة مع الأمانة العامة كمرحلة أولى بيجمعوا كافة الموضوعات التي سيتم عرضها، ثم يتم عرضها على السادة وزراء الخارجية اللي هو المؤتمر على مستوى المؤتمر الوزاري. المؤتمر الوزاري خلاص هو بعديه بيبقى مؤتمر القمة، بيتم عرض ما يتم الاستقرار، يعني فلترة للموضوعات
عشان يبقى في أسبقية للموضوعات ذات الأهمية، ثم يتم عرض هذا الموضوع ده على مؤتمر القمة اللي بنتمناه النجاح إن شاء الله. وأعتقد أنا مش أعتقد على يقين إن كل الدول دلوقتي حاسة بتحديات المرحلة. إحنا دلوقتي يا أستاذ طه حرب، عشان تبقى الصورة برضو، حرب المعلومات جيل الرابع حضرتك قلتها وجيل الخامس. حرب المعلومات هي إيه؟ هي استخدام الفكر في التأثير على عقول الشعب أو مجموعة شعوب عشان مصالح معينة، من وسائلها الإعلام، السايبر أو الحرب السايبرانية، وسائل التواصل الاجتماعي، شبكة المعلومات الدولية النت، الكلام ده كله يعتبر الشائعات. يعني ممكن تدمر دولة من خلال الشائعات. موضوع المعلومات، الحاجة الثانية الحرب الوكالة. حرب الوكالة يعني إيه؟ جماعات تقوم بأعمال عمليات لصالح كيانات دولية، أو دول صغيرة تقوم بأعمال لصالح دول كبرى. يعني الصغير يقوم الكبير. من 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 واقع خبرتك العسكرية، يعني في خط عريض، نحل مشكلة سوريا إزاي؟ هو طبعا انا الحقيقه برضو انا دايما احب اترك الامور للسياسيين. السؤال ده ما ينفعش لحضرتك حضرتك. لا انا دايما اترك الموضوع للسياسيين في الاساس، واحترم الناس اللي معايا قوي، ولكن الاكيد من فينا عاقل ولا يتمنى الحل السياسي؟ من فينا عاقل يعقل تماما ويتمنى ان يكون هناك حل عسكري فقط؟ خدت بال حضرتك؟ طبعا الاسلوب الامثل للحل هو السياسي، لانك بتقلل من اراقه الدماء او بتعمل ايقاف لنزيف الدم. وطبعا المبادرات حاليا موجوده، يعني في المباحثات جنيف دلوقتي شغاله، في المبعوث الاممي موجود. يعني مش الحل العسكري يا فندم. هقول لحضرتك حاجه، الحل العسكري هو الحل اللي بيبقى الاصعب على اي حد لو اي دوله فينا، ده اكيد، ولكن هو الحل الاخير في حاله فشل الجهود السياسيه، ولكن بيبقى الحقيقه له اثار يعني سلبيه بعديها. لان طبعا اي واحد بيبقى في موضوع دماء، اصبح موضوع دماء، القاتل سوري والمقتول سوري، فبتعمق الخلافات المستقبليه. لكن احنا نتمنى ان الكل، ومش بقول حد معين، لأن مصر احنا نتمنى بصفة مصري أن سوريا موحدة، سوريا قوة موحدة، وحدة سوريا هي الأساس بالنسبة لنا. في سؤال كنت تتمنى أو تحب أن أنا أسأله لحضرتك ما سألتوش؟ حضرتك سألت كل حاجة. احنا طبعا احنا لا بجد ما سألناش حاجة احنا كده. لا والله لا لا يعني عايز أقول لحضرتك يمكن بصفتي قروي، وانا انا منحاز للفلاحين، انا منحاز للفلاحين. ويمكن كنت تسالني تقول للفلاحين بالنسبه لك يمثلوا ايه، انا بقول يمثلوا العمود الفقري في الانتاج في مصر، والزراعي الاساس في مصر. ومصر عندما كانت تقوم على الزراعه على اعلى مستوى، كان لدينا القطن الطويل التيله على المستوى العالم، وكان مشهور عالميا. الانتاج الزراعي هو كان الاساس في الموضوع ده. واعتقد ان الفلاحين بمنتهى البساطه اللي انا انتمي اليهم تماما بصرف النظر عن وظائفي، على سبيل المثال اثناء الثورات الخمس ست سنين اللي فاتوا، انا كنت بنزل البلد بقول لابويا واصحابي وقرايبي وناس بقعد معاهم، انتوا مش عارف في الوقفه دي هتطلعوا او في المليونيه اللي كانوا هتطلعوا. ما هو كان طالع لموضوع تاني خالص. فكان يقولوا ايه يا استاذ طه، احنا مش فاضيين للكلام. صح. ده احنا فاضيين، احنا عايزين نزرع ارضنا وعايزين نعيش عشان معاشنا، مش فاضيين للكلام ده. انا بقولها بكل دقه. عارف كده عايز اوجه تحيتين، تحيه لابو عم وجلبيه وفاس، لكل فلاحين مصر وصعيده مصر، وتحيه للجنرال المحترم اللي شرفنا النهارده. احنا مستمتعين، خدنا جرعه وطنيه وثقافه وحضرتك، وان شاء الله تعالى تتكرر تاني بإذن الله، والنجاح يكون عنوان المؤتمر القادم في الأردن بإذن الله. إن شاء الله. شرفتنا فندم بالحضور. مشاهدينا خلصت حلقة النهاردة، إن شاء الله الأسبوع اللي جاي هنوصل يكون معنا ضيف جديد ونمشي معاه طريق جديد. كل تحية وتقدير للواء أركان حرب محمود خليفة، مستشار الأمين العام لجامعة الدول العربية للشؤون العسكرية، شرفنا النهاردة في الاستوديو في طريقي. والشكر موصول لزميلي الكاتب الصحفي الأستاذ مدحت محي الدين، رئيس تحرير برنامج. أشوفكم الأسبوع اللي جاي وطريقي، تصبحوا على خير.